السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، نتمنى تكونوا على خير وبخير. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشوفوا الجواب ديال واحد السؤال كنت طرحته في المنتدى ما يفوق السنتين. راه قليل الإخوان اللي غادي يعقل على هاد على واحد البوست كنت عملته وطرحت فيه واحد السؤال، ومن بعد وليت سحبت داك البوست بحكم أن الإخوان كنا عادي يلا زعما عاد الاخوان كانوا بداو كيتفاعلوا معنا في القناة، لذلك حبيت انني نخلي الجواب من بعد لان الناس ما عارفينش وباقي نسي. خليت انا قلت من الاحسن نجاوبه من بعد، وقتاش ما جات المناسبة غادي نحاولوا نجاوبوا باش الاخوان يكونوا على الاقل بعدا يكونوا فاهمين. الاخوان هذا السؤال كنت قلت فيه علاش لا سيمبالي الشركة ديال لا سيمبالي، وكاينه لا سيمبالي، كاينه استوريا، كاينه لاسبازيال، كاينه رينيكا في بعض المكاين عند عاملين الكارتوش من الفوق، ما عاملينش الكارتوش بحال الويغا بحال الرونسيليو، يعني من التحت كيدخل الماء البارد وكيطلع للفوق، يعني كيدفع الماء البارد الكارتوش يعني من التحت للفوق. لا هما عاملين الكارتوش لونطري من الفوق والصورتي من الفوق، يعني ما داخلينش هما الجهه ديال الماء. اذا الاخوان الى لاحظتي دوينا في الحلقه امس وفي الحلقه ديال قبل يوم امس على ان الماء كل ما سخنا الفابور الماء كيتعاود، يعني كتطلع لا تمبيراتور ديالو. هادشي راه مفهوم، هادشي راه حنا ذكرناه في الحلقه ديال امس والحلقة ديال يعني اللي قبل منها، على أساس أن ملي كنبغيو نديرو الفابور راه كيعاود داك الماء كيعاود يسخن، وكنعاودو نديرو داك الفابور إلا ما خدمناش بيه في ليكستراكسيون كيعاود يطلع لينا. إذا الكارتوش الماء اللي في وسط الكارتوش بحالا كيتحرق لينا، رغم أن الفابور راه الحرارة عندنا غير في 0.7 أو 0.8، ما كتعداش يعني نورمال، ولكن بالنسبة للماء كل ما تسخن وعاود تسخن وعاود تسخن، يعني فاش كنسخنوا الحليب راه كيعاود يعني الماء كيعاود يطيب مرة أخرى. إذا الإخوان، إذا هنا اش كيوقع لنا؟ يعني كنحرقوا ليكستراكسيون، يعني كتحرق لنا مزيان. إذا بعض الشركات يعني بحال الا حاولوا انهم يتجنبوا هذا المشكل ديال التبخير والماء كيسخن، التبخير الماء كيسخن يعني كيطلع على طومبيراتور الحراره، يعني عزلوا لا شوديير كيف ما قلت في الحلقه امس، عزلوا لا شوديير وداروا كل شوديره بوحدها وكل شوديره بالحراره ديالها مزيان، ولكن من قبل يعني في لي شوديير نورمال جات سيمبالي، جات رينيكا، جات استوريا، جات سميتها لاسبازيال، وعملوا الكارتوش عملوا الماء غير في الفابور، ما عندوش علاقه بالماء الطايب، يعني ولو كاع انت دير الفابور وتعاود دير هو الماء راه غير في الفابور، ولكن كتدخل واحد شويه داك الكارتوش في داخل ديال لاسيمبالي، خص ضروري يدخل يقيس الماء طايب. هذا علاش راه واحد الاخوان كيخلي عنده السيمبالي غير مانيوال الرومبليساج مانيوال، وكيخليه كيفوت غير ميني واحد الشويه كيقول لك راه الماكينه عندي بارده ما كتعطينيش الماء طايب. راه خصك اخي محمد راه تيخصك توصل الماء للماكسيموم، عقلوا الاخوان الماكسيموم. الا عندك لو غومبليساج اوتوماتيك، زياده الماء اوتوماتيكيه، فخصك توصل الماء طلع القطيب شويه وتوصلو للماكسيموم. راه ضروري داك الكارتوش اللي داخل من الفوق راه خصو يدخل في الماء طايب واحد شويه، ما كيدخلش كامل غير النص او قل من النص، باش الماء يعني كيطيب الماء كيسخن. الاخوان اللي كيعانيو عاوتاني كيعانيو من الحراره الزائده في السيمبالي، يعني ركزوا مزيان الاخوان، راه ما عندكش المشكل في الماء، راه هذيك الحراره الزائده الا سخنتي غير بالكهرباء ما غتبقاش. حاولوا تردوا الفرن ديال الغاز اللور شويه، اللور دفعوا الفرن ديال الغاز يرجع اللور شويه، اللور اي واحد سنتيم او سنتيم ونص يهرب من الجعابي، تهربوا اللور واحد شويه وتبعدوا تهبطوا ميم با 4 سنتيم، يبقى بين الفرن 4 4 سنتيم بين الفرن
وبين 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 سميتو وبين وبين نبي شو ديرها باش كنهربوا داك حيت الحراره كتعاود تسطع للكارتوش، داك الغاز كيعاود يضرب كيطلع للكارتوش كيطيب الكارتوش، كتعود الماكينه مطلعه لك الحراره كتعيا تهبط الفابور كطيحو حتى 0.3 كينقص لك الفابور بزاف، ومع ذلك الحراره مازال طالعه. ولكن راه الا درتي التسخين بالكهرباء ما غتبقاش عندك المشكل، ممكن تطلع حتى لواحد 1.02 وراه تبقى عندك زوينه، انا ما غاديش تحرق لك القهوه. المشكل كاين في الغاز، مزيان الاخوان هذا من جهه الغاز. بالنسبه للاخوان كاين اللي كيخلي الكارتوش ديال السيمبالي الفوق وكيهبط الماء لتحت، اذا راها غاديه يعني ما غادياش توصل لك الحراره مزيان، ضروري خصك تطلع النيفو ديال الماء لو ماكسيموم. الاخوان اللي عندهم هاد لي ماكس لي ماشين هادو خصهم يطلعوا الماء اللي ديما يخدموا في لو ماكسيموم ديال في الصباح. يعني انا غادي نمشي معكم دقه دقه، يعني تخدم في لو ماكسيموم وفي الصباح. هذه نصيحة للإخوان كامل اللي عنده الويغا واللي عنده لا سيمبالي واللي عنده لا ستوريا واللي عنده سواء عندك دو جروب سواء تروا جروب، ركزوا الإخوان مزيان. راه في الصباح فاش تجي تبغي تخدم راه ضروري خصك تسخن، تطلع السخونية الأولى غير بالضو. تخيلوا معايا كاين اللي كيديرش الضو، راه ما عندها ما غاتكونسومي ديك التسخينة الأولى كترونفورسيها بالضو، فاش كتوصل 0.7 او لان الا طلعت فوق الواحد غطفي لك الغاز، الغاز ما غيبغيش يشعل لك، خصك تعاود تهبط الفابور واحد شويه، تهبط الفابور ديك 0.7 0.5 0 عاد كتشعل البريكه يعني الغاز كيشعل، حيت الغاز مثلا عندك غير 0.7 0.7 مثلا 0.7. اذا الاخوان في هاد الحاله هادي راه ضروري كيخصك التسخينه الاولى تكون بالضوء. علاش؟ حيت الغاز تخيلوا معايا انتم يعني 35 دقيقة ولا 40 دقيقة والغاز ضاربة في ديك الصباح ما كتبغيش تسخن بالضو، كتقول نشعل غير الغاز، كتبقى ديك الفلاما شاعلة بواحد الجهد يعني لمدة 40 دقيقة. راه الجناب الكادر، راه الكارتمير، راه ليتويون، النحاس، كلشي كياكل الدق. الكادر الصباغة يعني البلاستيك تيطيب، تقدر البلاستيك تيقصح دير له غير الطق يعني كيرشا. اذا تجنبوا داك التسخين الصباحي بالغاز الاخوان. هذه راه نصيحه للجميع، الناس اللي عندهم كافي موبيل ومغير الكافي موبيل، حتى الكافي موبيل الاخوان كافي موبيل الا تقول لي انا ما عنديش كي غادي ندير، غادي نقول لك اخويا حيد داك الشبكه الفوقانيه، حيدها ودير التسخين بالغاز، ولكن حيد الشبكه الفوقانيه باش تخلي داك لارياسيون ديال السخونيه تخرج. طبيعي راك غادي دير كونتر بلاكي من الفوق مزيان، لا باش تبقى لك الماكينه ديما مزيانه، حيت كتطلع بالضو هذيك 30 دقيقه بالضو، يعني كتسخن بالضو. اذا حنا هنا كنطفيو الضو وكنشعلو الغاز كيبقى غير تكاتك يعني غير شويه، الا خدمتي ولا عاد كيزاد وكينقص الماكينه كتبقى عندك جديده. اذا الاخوان هذا المشكل احنا نضينا العدد الاخوان اللي تيقول كان عندي القهوه كما الماكينه كتحرق ليا. اذا الى عندك السيمبالي وكانت كتطلع لك الحراره بزاف، طلع لك الحراره يعني بزاف، هرب الفرن واللور. كاينين بعض المكاين بحال الفيتور ما بحال الاكسبو بار فيهم شو ديرك كبيبرا شويه، واخا كتجي لاصقه بحكم ما كاينش لي سباس، ولكن راها كتجي مزيانه يعني كتكون هاربه، راه ما كتحرقش القهوه. انما بالنسبه لي ماشين يعني اللي عندهم البوطات مجموعين شويه، فهذوك ضروري خصك تكحز اللور باش ما تحرقلكش القهوه، بليس خصك تخدم في النيفو ديال الماكسيموم، يعني باش كيدخل الكارتوش كيدخل في الماء واحد شويه بحال هكايا، حيت الا هبط غتعود غتضرب اف التبخير، اذا التبخير يعني ما غاديش يعطيك الحراره مزيان، ضروري خصك تطلع في داك النيفو. ولكن خدام الحليب قيل النهار كامل كدير التبخير، ما تخافش من الماء، حيت الماء ما طالعش ديال الكارتوش ما طالعلكش من تحت البوطه، وطالع يعني للقرب. اذا الاخوان راه هذا هو السبب علاش لا سيمبالي وضعوا الكارتوش من الفوق ما داروش من التحت، بحكم التبخير كيبدا يغلي الماء كيبدا يحرق لهم الماء كيبدا كذا. اللهم قالوا نحب على الاقل غادي ندخلو حنا غير النص او الربع ديال الكارتوش ندخلوه في الماء،
ولا كانت كتحرق لك القهوه وشتيها يعني في هذا، حاول تهبط شويه النيفو ديال الماء، يعني هرب الكارتوش على الماء. اذا راك في هذه الحاله ما غاديش، الا كان عندك الفرن وكيزيد كيزيد كي كي يعني كيضاعف لك الحراره، حاول تهبط النيفو ديال الماء على الكارتوش. اخوان هذه راه معلومات يعني موثوقه ويعني بكل صدق، احنا ما علينا نقول الاخوان غير تجربوا تيستيو وعندكم الكومنتير وعاودوا تناقشوا، واللي ما مشى يعني شاف ما عرفش اولا هذا، راه النمره الرقم ديالي كاين في صندوق الوصف، اتصل بيني صيفط لي واتساب قبل 6 ديال العشيه، حيت مرسل راني ما كان يعني كنرتاح ما يعني ما كنجاوب شيء، فالاخوان قبل 6 صيفط لي واتساب وغادي نجاوب. ونتمنى هاد الحلقه يعني تكون وصلت للهدف اللي بغينا نشرحوه قبل سنتين، راه هذا علاش. والآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.